أيام بتفصلنا عن نهاية عام مليء بالأحداث، وده اللي خلى حصاد العام واحد من أهم المواضيع اللي بتسيطر على الصحف ووسائل الإعلام العالمية في كل المجالات الثقافية، الرياضية، الاقتصادية، وطبعا على وجه الخصوص السياسية، وده مع احتفالات الكريسماس الحزينة اللي موجودة في بيت لحم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد العالم الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، ونسأله عن ما يحدث أو قراءاته العالمية في هذا الأمر. أهلا بك يا أستاذ محمد. نعم، صباح الخير، أهلا بكم أستاذ المشاهدين. صباح الخير، أهلا بك. وول ستريت جورنال نشرت تحت عنوان إسرائيل تستعد لدراسة الاقتراح المصري لإنهاء الحرب في غزة وسط أجواء عيد ميلاد بدون حجاج في بيت لحم. كلمنا عن المقترح المصري وكلمنا عن بيت لحم. نعم، يمكن يعني المقترح المصري هو المقترح الأهم حتى الآن، واللي بيدي أكثر من حل للأزمة الحالية. مقترح المصري المفترض أنه على أربع مراحل، تبدأ في يعني هدنة لمدة أسبوعين يتم خلالها الإفراج عن حوالي 40 سجين لدى المقاومة الفلسطينية من غير العسكريين الإسرائيليين، مقابل أن تفرض إسرائيل عن حوالي 130 من المسجونين في سجونها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية التي يكون فيها حوار فلسطيني تتبناه تحت رعاية القاهرة. ثم بعد ذلك إلى مرحلة سيكون فيها وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتمكين الناجحين من العودة إلى غزة مرة أخرى. ثم بعد ذلك يكون هناك يعني مرحلة أخيرة تكمل كل هذا الأمر، لكن للأسف يعني حتى الآن غير معلوم مدى صدق الأطراف في قبول هذا الأمر، لأن تصريحات نتنياهو الأخيرة قالت بأنهم مصممون على المضي قدما في القضاء على حركة حماس، وأن هذا هو السبيل الوحيد الذي ربما يعني يعيد الأسرى والرهائن مرة أخرى. وأيضا كان هناك تقارير قالت بأن يعني الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس والجهاد ربما رفضوا فكرة التخلى عن السلطة، لأن من ضمن المقترح المصري أو بنوده أن يتم التخلي عن السلطة. لهذا وجدنا أن البند الثاني في المقترح يقول يعني حوارا فلسطينيا تحت رعاية القاهرة، هذا الحوار ربما يؤدي إلى طريقة جديدة لحكم قطاع غزة حتى لا يكون هناك تدخل دولي مستقبلي. طيب، عن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، بنشوف من النيويورك تايمز متوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% مع بقاء العمال على هامش الحرب. الوضع الاقتصادي اللي اتكلمت عنه الجريدة إيه هو دلوقتي؟ نعم، هو يعني الجريدة ركزت على فكرة الانكماش الاقتصادي السريع الذي يعاني منه الاقتصاد الإسرائيلي حاليا، يعني اللي جاء مع فكرة تسريح آلاف العمال وسحب واستدعاء ما يعني ما يقارب 900,000 من الجنود الاحتياط. يعني هؤلاء يمثلون نسبة كبيرة في الاقتصاد العمالي في الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه تم سحبهم من شركات هامة خصوصا في قطاع التكنولوجيا. وبالتالي حاليا يعني السوق الإسرائيلي فقد ما يقارب 20% من طاقته مقارنة ب 3% فقط في أكتوبر الماضي. يعني إذا ما نظرنا إلى يعني أكتوبر الماضي، على الرغم من كل الأزمات التي عانى منها العالم منذ أزمة كورونا مرورا بالتضخم والحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا لم يؤثر في الاقتصاد أو قوة الاقتصاد الإسرائيلي إلا ب 3% فقط، بينما أحداث 7 من أكتوبر أثرت ب 20%. أيضا التقرير قال أن يعني معدل البطالة ارتفع كثيرا منذ يعني استدعاء الجنود، وأيضا من يعني الإسرائيليين من بقى في منزله لرعاية الأطفال بعد إغلاق المدارس على إثر الحرب. وبالتالي يعني كل هذه الأمور تؤثر. أيضا أكثر يعني من 100,000 طالب عانت بطالة تم تقديمهم خلال الفترات الأخيرة،
كل هذه الامور تدل على ان الاقتصاد الاسرائيلي يذهب الى حاله انهيار، وانه لولا عن المساعدات الامريكيه التي وجهت الى الاقتصاد الاسرائيلي لكان هناك انهيارا اكبر من ذلك، وبالتالي يحتاج الاقتصاد حاليا الى حلول سريعه سياسيا حتى يتمكن من استعاده عافيته مره اخرى. وفكره يعني الاستمرار على هذا النحو لن تملي باي خير للاقتصاد الاسرائيلي. خلينا نروح للاخبار الايجابيه تحت عنوان من بينها الكشف عن المواد المستخدمه في التحنيط، 6 ألغاز تاريخية تمكن العلماء من حلها أخيرا في عام 2023. بنقرأ من CNN عن عام غني بالاكتشافات الأثرية. كلمنا أستاذ محمد عن أهم اكتشافات 2023 اللي رصدتها CNN، وما هي أبرز الألغاء اللي تم حلها؟ أنا أرى أن ما ذكرته الصحيفة كان أهم أو يعني أكثر من اكتشاف يتضمن بند واحد، هو فكرة الحمض النووي وكيف يعود بنا إلى اكتشاف أشياء يعني تاريخية تعود إلى 20,000 عام و5,000 عام. يعني كان أهمها الهوية الحقيقية للقائد من عصور ما قبل التاريخ، وهو قائد يعني ترجع وفاته الى 5,000 عام تم العثور عليه في مدينه اشبيليه باسبانيا. يعني غير الفكره التقليديه عن فكره الخير عند الانسان البدائي، لانه بالتدقيق واستخدام وسائل متطوره من الحمض النووي تم الكشف على ان هذا الصيد كان انثى وليس ذكر، وهذا يغير المفهوم بان الانسان البدائي كان يعتمد يعني الذكوريا اكثر في فكره الصيد. ايضا كان هناك اكتشاف باستخدام الحمض النووي او وسائل تقنيه جديده في الحمض النووي في اكتشاف المظهر الحقيقي للرجل الثلجي، وهو يعني رجل يعود الى عثر على ارثاثه في عام 1991 في جبال الألب الايطاليه. كان العلماء يعني يضعون تصور له مغاير من الحقيقه على سبيل المثال، كانوا يدعون انه كثيف الشعر والضخم وما الى ذلك، لكن باستخدام وسائل تقنيه حديثه في فكره الحمض النووي اكتشف انه على سبيل المثال كان اطلعا، يعني اكتشف الصوره الحقيقيه عن طريق يعني تقنيه جديده. ايضا كان هناك يعني قرابه تعود الى 20,000 عام كانت مصنوعه من اسنان الغزلان باستخدام الحمض النووي الذي تبقى عليها الانسان، تم الكشف عن هويه سيد هذه القلاده، وبالتالي الحمض النووي يدخل في كثيرا من الاشياء. والجزء الثاني الاهم هنا هو فكره الذكاء الاصطناعي والتحول التاريخي القادم فيها، باستخدام يعني الذكاء الاصطناعي تمكن طالب من جامعه نبراسكا من فك رموز مخطوطات ثالثه قديمه. كان هناك يعني صعوبه في فكره اكتشاف رموزها، وبالتالي هو حصل على $40,000 مقابل اكتشافه في مصفى الولايات المتحده الامن لهذا الاكتشاف، وما يمكن العلماء من فك رموز كثيره في العصور السابقه كان من الصعب فكها باستخدام الوسائل التقليديه. ايضا هنا في الحضاره الرومانيه ذكر التقرير ان العلماء تمكنوا من فك شفره العنصر وراء القوه الاسطوريه للخرسانه الرومانيه. كانوا بيلاحظوا ان يعني الخرسانه الرومانيه كان بتدوم لوقت اكثر من مثيلتها او نفس المواد في العصر الحديث، لكن بعد ذلك اكتشفوا ان بحيره بسيطه عند الرومان تصعب ذلك، وهو فكره استخدام فتات الدير يعني تبنيد اي يعني شروخ قد تحدث في هذه الخرسانه مع عامل الوقت. ايضا كان هناك اكتشاف بفكره الحمض النووي يخص بيتهوفن، وهو كان له وصيه قبل موته يعني كتبها لاخوته بأن يتم يعني العمل عن الكشف على الأمراض التي تسببت في فقدانه للسمع والاضطرابات الصحية التي عانى منها،
وباستخدام الحمض النووي خلال يعني بعض الشعيرات التي تبقت منه وتم حفظها، تمكن العلماء من الوصول ليس للسبب الرئيسي لما عانى منه بيتهوفن، ولكن على الاقل درسوا الاسباب التي كان يعتقد انها ادت الى ذلك وتم. واخر شيء هنا ذكره التقرير هو فكره يعني اكتشاف المواد اللازمه لاعداد المومياء المصريه، تم الكشف على يعني بعض اسرار التحنيط والمواد والخلطات التي استخدمها المصريين وكتبها في تحنيط الموت، هو كان يعني سبب من الاسباب الكبيره لدى الفراعنه. لكن بشكل عام انا ما اعتقد ان اهم جزئين هنا هو فكره يعني الحمض النووي الحديثه والذكاء الاصطناعي التي من الممكن ان يمكن العالم من اكتشافات كبيره عن العالم القديم والثروات القديمه. طيب خلينا نتحول للواشنطن بوست اللي صورت لنا الدمار الذي لحق بغزة خلال الحرب الأخيرة، وقالت إن هذا الدمار لا مثيل له في أي حرب. في رصد لحجم الدمار اللي صورته الأقمار الصناعية، لو حضرتك توصف لنا المشهد. نعم، هو هنا تحدث هنا عن فكرة أن ما حدث في قطاع غزة، أولاً ربما لم تعاني منه دول كبيرة كاليابان في الحرب العالمية الثانية، أيضاً لم تعاني منها دول بعينها في الحرب العالمية الأولى على الرغم من فظاعة الحربين. ما تم إلقاؤه من قنابل على قطاع غزة يفوق كل هذه الأمور، لأنه جاء في وقت قصير أكثر من 70 يوم، أيضاً النظر إلى أن هناك حوالي 60% او اكثر من 60% من المباني في قطاع غزه اما دمرت بالكامل او غير صالحه للمعيشه. ايضا الفكره السيئه من الجانب الاسرائيلي باغراق الانفاق، هنا يقولون ان اغلاق الانفاق بالمياه لن يقضي على المقاومه الفلسطينيه ولكنه سيقضي على المياه الجوفيه في قطاع غزه وسيزيد من منعتها، وبالتالي ستفقد غزه يعني كل الامور او كل الوسائل الخاصه بالحياه، خصوصا ان غزه تعاني فقرا مائيا والاهالي هناك كانوا يعتمدون على المياه الجوفيه المريحه بالفعل لان قطاع غزه قريب جدا من البحر. ايضا فكره استخدام الاسلحه يعني الفسفوريه وما الى ذلك، هذه الاسلحه تؤثر في التربه الزراعيه وتبقى يعني لما يقارب ال 40 عام في التربه، وبالتالي هذا تدمير للتربه الخصبه في قطاع غزه. وهنا يتحدث التقرير على ان كل سبل وعوامل الحياه فعليا في قطاع غزه حاليا غير متواجده. اعتقد ان هذا الامر جاء متعمدا ويبين على ان الهدف الرئيسي للجيش الاسرائيلي في قطاع غزه ليس السيطرة على القطاع أو القضاء على المقاومة الفلسطينية، لأن الأحداث والأرض أثبتت أن هذه الأمور مستحيلة وربما تكون من الخيال. إذا الهدف الرئيسي هو منع الحياة عن سكان غزة، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عودتهم إلى أراضيهم مرة أخرى. كل الشكر ليك الأستاذ محمد العالم الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا.